بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الكاليماري المقلي. عندنا نص كيلو كاليماري غسلهم كويس بمية وخل ومتقطعين حلقات بالشكل ده، وصفيناهم من المية بتاعتهم كويس. هنبدأ نعمل التتبيلة. عندنا عصير ليمونة، بعد كده هنحط فص كبير توم مفروم، هنحط ملح، فلفل اسود، كمون، معلقة كبيرة زيت، وهنقلب كويس كله مع بعضه، وهنغطيه وندخله التلاجة يرتاح حوالي ساعة. خلاص كده الكاليماري اتبل معانا. هنبدأ نعمل التتبيلة بتاعة القلي. عندنا نص كوباية دقيق، هنحط عليها 3/4 معلقة صغيرة توم باودر، وسنة كركم، ونص معلقة صغيرة ملح، وفلفل اسود، وهنقلب كويس. وبعد كده هنبدأ نحط الكاليماري واحدة واحدة ونحرك على طول لحد ما يتبل كله معانا. وبعد كده هنبدأ نحرك الكاليماري في قلب الدقيق عشان يتبل كله كويس. بعد كده نقلبه بايدينا، وعلى نار عالية هنسخن زيت قوي يكون الزيت غزير، وهنرص فيه الكاليماري وهنقليه 1:50 بحيث يبقى مقرمش من بره وطري جدا من جوه. وبعد كده هنحط الكاليماري على ورق مطبخ علشان ينزل الزيت الزيادة منه، وهو كده خلاص خلص معانا. جربوه وان شاء الله يعجبكم.